سلمى، أولى محطاتنا لليوم رح نبتديها مع أنشطة الهيئة العامة السورية للكتاب، ونسلط الضوء على جائزتين أطلقتهم الهيئة الأولى، تحمل اسم الروائي الكبير حنا مينا للرواية، والثانية اسم المترجم والأديب سامي دروبي. كما سنتطرق في الحديث إلى مجلة جسور التي ستعود إلى النور في الأيام المقبلة مع مدير عام الهيئة العامة السورية للكتاب الدكتور ثائر زين الدين. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح جمهورنا الكريم. صباح الخير دكتور. صباح بالبداية الخير. خلينا نعرف الناس يمكن أكثر على الجائزتين، جائزة الأديب حنا مينا وأيضا المترجم سامي دروبي. نعم، الحقيقة هما يعني جائزتان يعني ليستا جديدتين بكل معنى الكلمة، أطلقت وزارة الثقافة من قبل يعني هاتين الجائزتين عام 2005، لكن لظروف عديدة يعني توقف العمل بهما. الآن من جديد وبمباركة من الأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة تم إطلاق هاتين الجائزتين، وهما يعني في الحقيقة جائزتان مهمتان، ليس فقط لأن يعني اسمهما ارتبط باسمي أديبين كبيرين في سماء الثقافة السورية والعربية، لكن أيضا لأن لهما دور مهم جدا في تشجيع الكتاب الآن، في عودة المشهد الثقافي السوري إن شاء الله إلى حالته المزدهرة والجميلة، في مجالين يعني مهمين جدا من مجالات الثقافة، الكتابة الروائية والترجمة عن مختلف اللغات إلى اللغة العربية. إذا يعني تكمن أهمية الجائزة من هذا المنطلق. طبعا سبق أيضا أن أطلقت الوزارة ومنذ الشهر الأول جائزة عمر أبو ريشي للشعر العربي، لكنها طبعا تعنى بالقصيدة الواحدة، ونحن الآن نستقبل مواد من يعني من سورية كلها تقريبا، من محافظات عديدة نستقبل قصائد. طيب خلينا نحكي قديش فعلا هالجائزتين اليوم بيساهموا بدعم الثقافة السورية، خصوصا لأنه نحن اليوم عم نتعرض لحرب همجية ضد الحضارة السورية، الفكر الثقافي، المجتمع السوري المثقف. بالتأكيد يعني عندما نرى أنه بلاد تعيش ما نعيشه الآن ومع ذلك تعنى بالأدب وبالثقافة وبالمعرفة، هذه مسألة يعني مباشرة يجب أن نرفع القبعة، أن ننحني لمثل هذا الجهد الجميل الذي تقوم به الحكومة وتقوم به وزارة الثقافة بالتحديد. المشهد الثقافي السوري مشهد غني، كان دوما غني في مختلف مجالات الكتابة وفي مختلف مجالات الفنون. طبعا بالتأكيد الجوائز حتى نكون يعني منطقيين لا تخلق مبدعا، المبدع يكون يعني موجودا على الساحة، تدعم يكون المبدع. المشهد تماما يكون المشهد من الغنى بحيث يستحق أن تحدث له جائزة. وبالتالي عندما نطلق جوائز من هذا النوع نحن ننظر إلى الحالة الثقافية في البلاد، ودائما كانت الحالة الثقافية السورية متقدمة على كثير من الأقطار العربية، يعني يمكن أن نذكر سوريا، مصر، لبنان في فترة ما، العراق أحيانا، هذا معروف يعني المشهد بصورة عامة، ولا سيما في مجال الترجمة وفي مجال الكتابة الروائية. من هذا المنطلق يعني أطلقت وزارة الثقافة هاتين الجائزتين بكل ما فيهما من دور تشجيعي وأيضا من يعني دور يدعم الكاتب. يعني الآن مثلا قد يقول أحدهم أنه يعني ماذا تعني جائزة 500 ألف ليرة سورية في الواقع الحالي، لكن العبرة ليست في المال بالتأكيد، دعم معنوي، لأنه أيضا نحن سنقوم بطباعة العمل يعني وفق الأصول المعمول بها في الهيئة العامة للكتاب، وبالتالي سيكلف الكتاب حوالي 1,000,000 ليرة سورية، هذا ما عدا طبعا الجائزة، بالإضافة بالتأكيد إلى الاسم الجائزة وإلى الحضور الجميل لهذه الجائزة في المشهد الثقافي كما قلت. إذا لها عديد من الأدوار التشجيعية والتي يعني فيها كثير من إنصاف الكاتب وإنصاف المترجم، ولا سيما الترجمة. يعني نحن نعلم في ظروف كظروفنا وفي ظروف عادة انطلاق الأمم إلى فضاءات جديدة تعمد إلى ترجمة آداب وعلوم وثقافات الشعوب الأخرى وتنقلها إلى لغتها الأم، كما حدث في مراحل يعني الازدهار العربي أكيد. مثلا نحن وكنا تحدثنا سابقا مع حضرتك عن دور الترجمة تماما. وبعد أن أخذت جائزة أيضا من وسام من روسيا. خلينا نحكي أيضا عن مجلة ستبصر النور وهي جسور، قدامهم يمكن ماذا ستحمل للقراء وخصوصا إصدارها في هذا الوقت. نعم يعني. طبعا أنا كنت أتمنى أن تكون المجلة بين يدي، لكن إن شاء الله غدا المرة يعني القادمة. غدا إن شاء الله ستطلق، يعني ستخرج من المطبعة، العدد مهم وجميل.
وغني جدا يعني، وتكاد تكون، أنا وجهة نظري ولا أقول ذلك لأنني يعني مدير مسؤول لهذه المجلة، لكن لعلها المجلة الأولى أو الثانية في الوطن العربي في هذا المجال. مجلة جسور من اسمها كما نرى هي تحاول أن تقيم جسور تواصل، جسور ثقافية بين أمم وشعوب. الباب الأول منها سيكون جسور فكرية، هناك بحوث ومقالات فكرية مترجمة من لغات كثيرة ومكتوبة أحيانا بأقلام أدبائنا حول طبعا الترجمة وتقاناتها ودورها وتاريخنا أيضا في الترجمة. في التاريخ العربي القديم هناك مقال مهم جدا يلقي الضوء على ذلك. تأتي فيما بعد جسور إبداعية فيها كثير من الترجمات عن القصة القصيرة والقصيدة وفصول من روايات وما شابه ذلك عن لغات طبعا مختلفة، لم نقف فقط عند اللغات الأساسية العالمية، لكن هناك مثلا نجد على سبيل المثال نصوص عن الأدب الصيني، نصوص آسيوية وما شابه ذلك. هناك ما أسميناه جسور الألفة أيضا، باب جميل جدا فيه كثير من المقالات والبحوث التي تغطي يعني ما يحدث الآن في العالم، ما يترجم، ما ينشر في مجال الترجمة في بقاع كثيرة من العالم، إلى غير ذلك من أبواب المجلة. وهي مجلة تقع في حوالي 350 صفحة، ملونة أنيقة وجميلة. إن شاء الله لقائنا القادم يعني سنعرضها أمام جمهورنا الكريم. طيب بعد مجلة جسور شو الخطط القادمة؟ نحن ببداية 2017 نعم. يمكن برنامج الهيئة برنامج حافل لدعم يمكن المجتمع الثقافي في سوريا. نعم. الحقيقة أنا يعني أشكرك على هذا السؤال. منذ يومين كان هناك نقاش مع السيد وزير الثقافة ومشكورا دعم مشروع جميل سنطلقه قريبا، وأرجو طبعا أن تساعدنا إمكاناتنا المالية على ذلك. هو مشروع الكتاب الناطق. هذه فكرة طبعا جميلة جدا، يعني الآن في كثير من البلاد شخص في سيارته مثلا يمكن أن يستمع إلى قصة قصيرة، سي دي يوضع في مسجل السيارة ويستمع إليه، يمكن أن يستمع إلى مجموعة شعرية كاملة بلسان أو بصوت يعني أحد الممثلين القادرين أصحاب الأصوات الجميلة، الإلقاء الجميل. نحن سنعمد إلى ذلك طبعا بالتعاون مع الهيئة العامة للسينما في وزارة الثقافة ومديرية الموسيقى والمسارح، لأن هذه المسألة تحتاج يعني إلى تضافر هذه الجهود. هيك بتشجعوا للقراءة بشكل آخر. تماما. إذن سنقدم الكتاب الآن مسموعا لمن يرغب أن يستمع، يعني من مثلا ظروف تمنعه من القراءة سواء ظروف لحظية أو أحيانا مشكلة ما في الرؤية في البصر، فيمكن أيضا أن يستصل له هذه الثقافة من خلال كتاب الناطق. أرجو أن نوفق في هذا العام بإطلاق هذا المشروع. طبعا هذا واحد من مشاريع كثيرة إن شاء الله سنحققها، يعني نرجو طبعا التوفيق لنا ولكم. أكيد بدنا نتشكر وجودك معنا دكتور سائر، شكرا كثير لك، شكرا يمكن لكل المثقفين اللي ما زالوا عم بيمارسوا دورهم بأبهى طريقة وخصوصا بظل الحرب. شكرا كثير لوجودك. شكرا لكم أيضا. شكرا.